طلع عليه هسه هاي الاحصاءات اللي موجوده مساله حمورابي مهتمه بالانشطه اللي تخص هذاك الزمن، يعني بالزمن البابلي هاي الانشطه كانت موجوده كلها مكتوبه على شكل قوانين ومعينه على شكل احصائيات مساله حمورابي. بعد هاي الحضارات البابليه السومريه الاشوريه والاغريقيه وقلنا المصريه اجانا العصر الاسلامي. العصر الاسلامي قبل 1400 سنه اللي نزل الاسلام على صدر نبينا عليه الصلاه والسلام، التاريخ يشهد ان الاحصاء كان موجود وبشكل ملموس، يعني استخدموه المسلمين. يسالني طالب او طالبه معينه من اولادنا يقول دكتور شنو يعني شلون نعرف انه كان موجود يستعمل المسلمين؟ يعني اقول له شغله بسيطه جدا كنا شايفينه وكنا مر علينا، خاصه شهر الفضل اللي فات غالبيتكم اذا مو كلكم كان يقرا القران ويستمع للقران. القران هو هذا الدليل الملموس اللي عندنا بكلمه الاحصاء، كلمه الاحصاء بصوره الاحصاء اجت صراحه، يعني ما تقبل الشك، فكلمه احصاء كثير من الايات القرانيه ورد مصطلح احصاء بها. من هاي الايات هنا بسم الله الرحمن الرحيم لقد احصاهم وعدهم عدا، هاي سوره مريم الايه 94. آية ثانية ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. رب العالمين سورة الجن الآية 28. الآية الثانية يقول بسم الله الرحمن الرحيم وأتاكم كل ما سألتموه وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. سورة إبراهيم الآية 28. يعني هذا القرآن اللي عندنا موجود به كلمة الإحصاء اللي وردت قبل 1400 سنة بصورة واضحة وصريحة وما تقبل لا لبس ولا اختلاف ولا كل شيء. وتطور الحياة الإحصاء صار كلمة مرادفة لأعمال الدولة. مثلا واحدة من معاني الإحصاء هو عملية، يعني تعني بالضبط عملية جمع البيانات والحقائق اللي متعلقة بشؤون الدولة. لذلك سموه بالحساب السياسي، بالحساب السياسي او حساب الدوله او بعلم العاد او علم الاوساط او علم الاعداد الكبيره. ليش الدوله استعملت كلمه الاحصاء؟ يعني هذا اللي عندنا مهم، ليش يعني شنو فائدته؟ يعني ليش الدوله قاعده تستعمل الاحصاء؟ الاحصاء هي مثل ما قلناها هي عملية عاد أو عملية حساب. بأعمال الدولة الحكومات استعملت قضايا التنظيم، قضايا جمع الضرائب. يعني ليش بهم؟ كان في ذاك الزمن في عملية معينة إنه الدولة اللي تجمع الضرائب. شو تجمع الضرائب؟ مثلا تعرف كم بستان موجود، مثلا تعرف كم محل موجود في هالمقاطعة أو في هذه المدينة. تقسم المحلات مثلا كم حداد موجود كم نجار موجود. هي عمليه الدوله الاسلاميه كانت تاخذ منهم ضرائب، الضرائب كانت على شكل بالنظام الاسلامي نظام الزكاه اللي ياخذوها من اللي ميسر الحال او صاحب الاعمال يجيبوا البيت المال. يمكن اول استخدام للعرب يعني بصوره عامه بالاحصاء كان في العصور الاسلاميه، ويذكر لنا التاريخ انه اول عمليه احصاء عام سكاني جرت في عهد الخليفه العباسي المامون. هذا اول شخص في التاريخ الاسلامي سوى عمليه الاحصاء، هذا التاريخ يقوله، الخليفه العباسي المامون. ليش سوى هذا الاحصاء؟ كان يسويه بصوره دوريه، دائما يكرر موضوع الاحصاء، لمن كان يعد في ذاك الوقت؟ كان يعد افراد الجيش ماله، يعرف الجيش ماله ايش قد. بعد ما يعدهم يعرف مثلا عندهم 10,000 خلينا نقول جندي بالجيش و10,000 واحد مقاتل حسب تسميه ذاك العصر. كان يعدهم بعد عمليه العاد يصنفوهم بالمهام عسكريه، مثلا هذول خياله، هذول مثلا عليهم يعني بذاك الوقت ماكو مدفعيه اسمه منجنيق حسب الالات اللي موجوده، هذول اهل السيوف، هذول اهل الرماح، هذول اهل السهام، كان يقسمون هيجي.
وبنفس الوقت التعداد العام السكاني مالته كان يخليه يعرف ايش قد اكو ايرادات راح يجي بيت المال عن طريق عد الشعب او عد المسلمين، يعرف ايش قد راح اكو ايرادات توصل الى بيت المال. يعني ايراداتنا عندنا مثلا عندنا 10,000 واحد، اذا على دينار عندنا مثلا 10,000 دينار راح يجي بيت المال، فدائما كان يسوي عمليه تعداد سكاني. مرور التقدم ونمو المجتمعات، البلدان تطورت، العالم تطور، من تطور الدنيا تتطور، كل شيء معها يتطور. من ضمن الامور اللي تطورت معها هو مفهوم الاحصاء. يعني بوقت الحاضر صار الاحصاء بحد ذاته علم يعتمد على الصيغ، يعتمد على القوانين الرياضيه والكميه. تغلغلت عمليه الاحصاء في كل، يعني الاحصاء واساليب الاحصاء في كل مجالات الحياه، سواء كانت مجالات علميه وانسانيه. واصبحت يعني في وقت الحاضر هي ركيزه هامه طريقه البحث العلمي، يعني سماك بحث علمي الى ما بطريقه احصائيه. ليش هذا؟ تساعد الباحث نفسه من بدايه، من وضع الخطط والتصاميم لبحثه الى ان يكمل التجربه، ومن يكمل التجربه يوصل الى أحداث، هذا الأحداث أو النتائج اللي يوصلها اللي يسعى إليها راح يبدي يفسرها. يعني الإحصاء صار في الموضوع لازم لكل باحث، يعني في شيء واجب. ويعني الباحث اللي الإحصاء صار لازم عليه أو واجب عليه أو واجب عليكم أنتم كطلاب في بحوث تخرجكم، في مستقبلكم، في عملكم، لأنه واجب عليكم لازم عندكم المام كابل شنو الاحصاء، شنو اساليبه. لازم تصدي عندكم المام بالاساليب الاحصائيه، لازم تصدي المام بالاساليب الاحصائيه، وشون مو بس عندي المام، اعرف هاي قوانين، هاي اساليب احصائيه شلون اطبقها. انا يعني عندي مشكله معينه، هاي المشكله بيش اعالجها؟ راح اعالجها بالاحصاء. الاحصاء زين، لازم عندي معلومات عليه، والمعلومات اللي عندي عليه قوانينه اموره اساليبه اعرف شلون اطبقها، بس مو عندي معلومات لازم اعرف شلون اطبق هاي الاساليب. بعد ما اطبقت راح اوصل الى اعداد، هاي الاعداد في الجداول المعينه راح تعطيني تفسيرات، على ضوء التفسيرات يوصلني للهدف اللي انا احققه. عموما الاحصاء يعني هو واحد من الفروع التطبيقيه في الرياضيات الصرفه، عنده رموز، عنده مصطلحات، عنده نظريات خاصه به، يتميز يعني عن العلوم الاخرى بالطرق والاساليب. الاساليب اللي بالاحصائيه اليوم لها قواعد معينة، لها قوانين معينة نستخدم بها الأرقام مثل ما ذكرت في التحليل، نصف بها هاي الظاهرة حسب ما تعبر عن هاي البيانات اللي حصلنا عليها والباحث اللي حصل عليه. إذا الأساليب الإحصائية أو الطرق الإحصائية يعني هي وسائل نستخدمها على مود نحقق الأهداف المعينة. كل اللي موجودين هنا، كل القاعة مالتنا، كل طلابنا يحتاجون اليوم بصوره يعني اسهل اقول ما يحتاجون الاحصاء، يعرفون شنو الاحصاء، شنو قوانينه، شنو اساليبه، شو وقت نستعمله. ليش؟ لان عندنا مشكله معينه وعندنا ظاهره بحثيه معينه استخدمنا، عندنا المام بالاحصاء وقوانين نستعمله. بعد ما استعملناه واستخدمناه في مجال معين حصلنا على 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 ارقام معينه، هاي الارقام بحد ذاتها لها تفسير سواء في جداول معينه او لها تفسير، مثلا نجاح ورسوب لها تفسير، مثلا عندي 90% ناجح. اقول 90% هذا يقول لي مثلا مجموع 100 طالب انا عندي 90 ناجح، ان شاء الله كل ناجحين، بس اعطيت شيء مثل بسيط. زين قارنت هذا الشعب، عندي مقارنه مع شعوب اخرى، اعرف نسبه النجاح ايش قد، نسبه نجاح المدرسه او الجامعه او الكليه بصوره عامه ايش قد، نسبه نجاح كل الجامعات ايش قد، نسبه النجاح التعليم بالعراق ايش قد، مخرجات التربيه، انا عندي 485,000 طالب يتخرج كل سنه من وزاره التربيه. من يقول انا عندي نسبه نجاح هل قد بالمئة، بس انا اعرف انه هذا الرقم اللي عندي، هذا الرقم بناء عليه راح احتاج ايش قد، احتاج كليات، ايش قد احتاج ادوات، ايش قد احتاج توفير مقاعد. وهذا العلم، هذا علم الاحصاء راح يعطيني تصور مسبق للي راح يصير الاحداث. والله المهم طلابنا اكو واحد من الطلاب المايك ماله مفتوح. على كل حال التعريف العلم الاحصاء عده تعريفات هوايه، يعني انا حاولت انه اخلي لكم كم تعريف
بسيط جدا. قاعد هناك. عفوا ترى في واحد من الطلاب المايك ماله مفتوح وده يسولف في البيت، ده ياثر على بقيه الزملاء، ما اعرف انا الصوت يجي عندي ده يسولف قاعد نايم كذا هالامور، خلص المايك ليش اقول فلان؟ الاحصاء بصوره عامه هو علم يمثل حقائق عدديه من تعاريف اللي لكم تعرفون، انا اختاريت لكم خمس تعاريف، حاولت ان تكون تعريف سلسه. أول تعريف الإحصاء هو طريقة لجمع وتلخيص وتحليل البيانات الرقمية. إحصاء هو طريقة جمع وتلخيص وتحليل البيانات الرقمية. التعريف الثاني الإحصاء هو العلم الذي يهتم بجمع البيانات عن الظواهر كافة لا سيما تلك التي يمكن تقديرها عددية. إن الإحصاء علم يجمع البيانات عن ظاهرة معينة و من المفروض ومن المطلوب انه يمكن هاي الظاهره نقدر نقدرها عدديه. تعريف الاخر شويه طويل لجماعه اللي دائما اكو بالحياه اكو يعني اشخاص معينين يحبون انه يدخلون في تفاصيل الموضوع، فخليت لهم تعريف انه الاحصاء هو مجموعه الطرق وسائل قواعد قوانين مبنيه على تحليل منطقي تستخدم وسيله لقياس وتحليل الظواهر والحقائق، بعدين نستخلصنا على النتائج ونضعها بصورة مناسبة لتوضيح العلاقة القائمة بينها. نقدر نقول الإحصاء أيضا تعريف الله هو العلم الذي يبحث في جمع البيانات وتنظيمها وعرضها وتحليلها واستقراء النتائج ثم اتخاذ القرارات بناء عليها. تعريف الله خلية الإحصاء هو ضمن تعريف أقول خلية الإحصاء خلية لكم كطلاب وتعريف عامة علماء خلوها من المجتمع عليه العالم كله. الإحصاء هو أسلوب علمي نجمع وننظم ونعيد عرض واختصار البيانات وبعدين نحصل على استنتاجات صادقة وثابتة. الإحصاء أسلوب علمي لجمع وتنظيم وإعادة عرض واختصار البيانات مع عمل استنتاجات صادقة وثابتة. طلاب نهاية تعريف يمكن من أبسط التعريف اللي خليناها ومن الموجودة، ما أصور يعني أكو تعريف بالسلاسة ممكن أي واحد من عندهم، أنا نزلت مال المحاضرات تحفظ تعريف واحد من عندهم كلش كافي، المهم تعرف شنو الاحصاء، شنو تعريف الاحصاء. شنو أهمية الاحصاء؟ يعني قلنا الاحصاء علم ما نستغني عنه بالحياة، من العلوم اللي تتطور بتطور الحياة وتعطينا رؤى مستقبلية، تختصر لنا ظواهر معينة، تحقق لنا أهداف. فهاي العلم هذا عنده أهمية خاصة في مجال التربية. ليش الأهمية خاصة في مجال التربية؟ التربية علم الناس في عملكم، لأن تربط أن أهداف الإحصاء بالأهمية في الميدان التربوي. أعيد، الإحصاء له أهمية كبيرة بمجال التربية وعلم النفس بصورة عامة، لأنه أكو ربط بين الموضوعين بالميدان التربوي. يجب عليكم أنتم تكونون على الأقل ملمين بالطرق الإحصائية، يعني سواء أنت أو أنت كنت معلمة، كنت محاضرة، كنت مدرسة، كنت تعملين في مجال إداري، كنت مشرفة على موضوع على شيء معين، أو كنت باحثة اجتماعية، أو كنت مخططة، أو كنت أنت مخطط أو إداري أو أي شيء من المسميات، يعني في مجال عملك بالحياة من بداية التعليم إلى الإدارة إلى الإشراف إلى التخطيط إلى البحث، باحث اجتماعي، أي موضوع بحث أنت عندك خاص، لازم عندك المام بعلم الاحصاء، لازم عندك تعرف شنو اهميه الاحصاء. شنو يفيدنا؟ خلينا نقول احنا كمعلمين او كصاحبين تخصص معين في التربيه، شنو اللي يفيدنا؟ اذا انت اليوم كنت معلم الاحصاء يفيدك انه تعرف نتائج طلابك بشكل بيانات، خلي بشكل بيانات مضبوطه. انا عندي اليوم نسبه نجاح 100%، يعني اذا عندي 100 طالب كلهم ناجحين. يفيدني يعني هاي العملية تفيدني انه اتعرف على نسبة النجاح والرسوب اللي موجودة بشكل بيانات على شكل رقم.
بعد واحد يسألني يقول دكتور بس هذا اللي يفيدني، لا يفيدني الإحصاء مثلا أرتب الطلاب أرتبكم أنت حسب درجاتكم من أحلى واحد ونزولة حصل عليه ترتيب عن طريق الإحصاء. شو استعمل ثاني؟ استعمل بياناتكم أنتم النتائج اللي حصلتوا عليها في الاختبارات اللي خذيناها، نتائج الامتحان سواء نظري عملي كذا، هذا خرطت بالترتيب خلال الطلاب على هالاساس. شنو بعد واحد يسالني دكتور يفيدنا؟ يفيدنا انه نقارن، انا ليش اخذ مواضيع اعيد عليكم مواضيع بسيطه في سبيل لا يكون الماده عليكم اساسيه سهله، يساعدني اقارن بين الصفوف مالتكم. انا اقدر اقارن هسه مجموعتكم مجموعه اي مثلا ويا بي ويا اي ويا غير كلاس سي عن طريق نتائجكم، يصير عندي مقارنه هذول القاعه أفضل من القاعة الفلانية، هذول القاعة مثلا أنشط من القاعة الفلانية في المجال المعين 1 2 3. أيضا الإحصاء يساعدنا بتفسير النتائج، وصاعدنا أي موضوع معين دخلنا مثلا اليوم درسنا ظاهرة معينة في جامعة عندي 5 شعب، إذا أدرس مثلا ظاهرة التساؤل الذاتي برفع مستوى الطلاب. التساؤل الذاتي عملية أن الطالب يخلي نفس السؤال ثم يقرأ على ورقة، يخلي تحليل أو تعريف أو أهمية ويأشر ويسأل نفسه إذا جاء بسيطة جواب يجي يأشر نفسه. هذا هل درست للطلاب معينين بالقاعات شفت أن مستوى التعليم صاعد عندهم أو بقى على نفسه، النتائج اللي حصل بيها راح يساعدني أنه أفهم أفسر هاي النتائج والأرقام اللي جت شنو معناها، هاي بمجال البحوث. ويساعد بيش بعد؟ يمكن أنتم طلاب يساعدكم في إجراء البحوث، كلكم مطلوب من عندكم بحوث تخرج، فالإحصاء راح يساعدكم في هالمجال هذا. يعني أنا خليت هاي 6 نقاط السهلة والسلسة في سبيل ما تكون المادة عليكم صعبة. نجي على الإحصاء، شنو الفائدة مالته في مجال التخطيط التربوي؟ طلابنا صوتي واضح؟ الواحد يجاوبني. واضح واضح. طبعا. نعم دكتور واضح. تمام عبد الجليل حبيبي حاشي يشتغل. دور الإحصاء في التخطيط التربوي، اي تخطيط تربوي اذا ناجح اللي نسوي ناجح لازم لك مقومات عديده. هاي المقومات يعني احنا لازم نسعى انه تكون نوفرها. اي تخطيط تربوي ناجح لازم بيه يعني مجموعه مقومات. هاي المقومات اللي المجموعه اللي يسولف عليها احنا نسعى انه نوفرها. ليش نسعى نوفر المقومات الناجحه؟ خلينا نوصل الى نستخلص خطط واقعيه، يعني الخطط الواقعية مالنا مبنية على أساس علمي سليم. نبني على أساس علمي سليم ونستغل الموارد المتاحة. الموارد المتاحة مثلا في مجال التربية. شنو أهدافها الاجتماعية؟ شنو الاقتصادية؟ احنا شو اللي نخرج من جيل؟ هل عندنا هدف معين في المجال الاجتماعي الاقتصادي العلمي؟ لازم احنا الأسس مالتنا تكون صحيحة، مو يعني نرصف شيء أو نخلي مخرجات ما لها علاقة بالواقع. اول شيء لازم له علاقه بالواقع، نبني على اساس علمي، اساس علمي سليم، نستغل الموارد والمتاحه الامكانيات اللي موجوده عندنا، ما نقدر نخلي فد شيء والموارد اصلا موجوده والبيئه متوفره عندنا. اذا نريد ننجح في مجال التنميه في تحقيق التنميه التعليميه او التربويه لازم نعرف احنا شو الاهداف اللي راح نوصلها اللي قدام، شنو اهدافي اجتماعيه اقتصاديه تربيه جيل تهيئة جيل، ايش راح نحصل من عندهم، شنو قدر الاستفادة مالته على أساس علمي سليم وضمن اللي موجود عندنا ضمن إمكانياتنا. أنا ما أريد اليوم أروح أدرس لي علم الذرة اللي درس طلاب وأنا ما عندي علماء ذرة، لأن درست شو الفائدة مالته المستقبلية والعلم راح يخدمني شنو؟ يخدمني بالتدريس، يريد أسوي لي قنبلة بتربية العالم، يريد أسوي لي مشروع أستفاد من عنده. الأسس العلمية اللي بالتربية دائما تكون مركزة عليها. أنا اليوم لازم احنا عندنا دور هو وزارة التخطيط، في وزارة التخطيط للدولة يقول ترى احنا اليوم محتاجين مثلا على سبيل المثال فد 1000 محاسب أو محتاجين 1000 فني في قطاع الكهرباء.
ليش الدولة محتاجة هالعدد هذا؟ على الأساس هذا يصير التقديم الأول وخطة تنعدل نقبل على هذا. احنا مشكلتنا ما عندنا تخطيط، يعني مخرجاتنا اليوم عبد الجليل اليوم متخرج يروح يدور وظيفة، وين راح اشتغل؟ راح اشتغل بالنفط على سبيل المثال، أو راح اشتغل في مجال ما له علاقة بتخصصه. أنا اليوم كتلت الطاقة اللي عندي، كتلت العلم اللي عندي. مع الأسف في العراق هذا مشكلته، يعني احنا ما عندنا تخطيط، يعني غالبية اللي لسه موجودين في دوائر الدولة موظفين ما يمارسون تخصصه. يعني كلية الزراعة خال جماعة التخصصات الصناعية خلينا على سبيل المثال، والخريج زراعة رايح مثلا في مجال آخر قاعد يعمل بعيد كل البعد عن تخصصه. لماذا؟ يعني الشهادة لها قيمة، التخصص لها قيمة، القيمة في العطاء، في البناء، في العلم، في التوجيه، في كل الطرق الصحيحة لبناء دولة وبناء وطن. احنا بالعكس يجيبون الشيء مو بالتخصص يخلوه مجال مو تخصصه، وبالتخصص ياخذون من التخصص يخلوه في مجال ابعد من تخصصه. ما اعرف يعني هل الحالة اللي موجودة بالعراق يعني مشكلة كارثة كبيرة جدا. احنا ليش نخليه بالتخصص ونخلي خطة معينة؟ قلت أهدافي عندنا اجتماعية اقتصادية وتبعاتها، ليش؟ نوصل يعني بأفضل صورة للهدف، أقل كلفة، أقل جهد، مهارة عندنا عالية، أبو تخصص عنده مهارة في مجال تخصصه. يجب إنه عندنا اللي قدام يعني مقومات عديدة، توفير المعلومات الكمية الوصفية عن النشاط التربوي والنشاط القومي بصورة عامة. يعني المخطط التربوي لازم عنده إلمام بالأساليب الإحصائية فروع متعددة. هاي المعلومات تمده يعني أو ياخذها الأساسات التربوية الاجتماعية الاقتصادية اللي نسولف عليه اللي تلزمنا للدراسة أو تلزمنا للتخطيط. إذا اليوم أنا خططت صحيح على أسس علمية، على وفق البيئة مالتي، على وفق احتياجاتي، على وفق ما أريد أحققه من أهداف، راح أحصل على نتائج. هاي النتائج اللي أحصلها واللي جت عن طريق هاي المعلومات البيانات اللي عندي أقدر أوظفها في الخطة نفسها. يعني أنا اليوم عندي أحتاج معلمين، عندي نقص مثلا بالقرى والأرياف، عندي آلاف معلمين، أنا أركز على التعليم، أفتح باب مجال المعلمين، أحتاج لمعلمين، أفتح لي عد مثلا اوسع المقاعد الدراسه المقدمه على المعلمين، احتاج مثلا 10,000، انا يفتح لي مو 10,000 12,000 مقعد او 10,000 مقعد. مخرجات اني راح استفاد اغطي النقص اللي موجود عندي. بس اذا انا احتاج ل 10,000 معلم وانا اقبل لي بالسنه مثلا 200 معلم. يعني 200 معلم بعد 4 سنوات او 3 سنوات او 5 سنوات يتخرجون 200 معلم، انا كان عندي هسه نقص 10,000 معلم. يعني بعد 4 5 سنوات راح يطلعون 4 أجيال طلعوا من التقاعد. 10,000 معلم راح يصير عندي 14,000 يصير عندي نقص. هون يطلع لي 200، إذا خلال 4 سنوات أنا طلع لي 800، يعني 1000 نسا. عفوا، مشكلتنا ومشكلة التخطيط. إذا عندنا خططنا على أساس علمي صحيح ورصيد وفق احتياجاتنا وفق متطلباتنا وفق اللي نحتاجه، بالنتيجة راح نوصل للأهداف اللي مرجوة. هذا اللي بيصير واضح. أي عملية اليوم، أي مشروع، واحد منكم زملائنا بناتنا اولادنا اخواننا طلبتنا الاعزاء، عندك اي مشروع لازم انت تكون عندك تخطيط للمشروع، تعرف امكانياتك ايش قد، تعرف المتطلبات هذا المشروع ايش قد، تحسب لي قدام نتائج اللي راح توصل لها. من تدرسها بعمليه احصائيه راح يعطيك نتائج حقيقيه، تشوف هل هذا الموضوع يناسبني او يوالمني او ما يوالمني. وفق النتائج اللي تحصلها راح تعرف تفسر. واضح طلاب؟ لو اعيده بصيغه يعني بصيغه ثانيه او ثالثه، انا المهم اللي تفهمونه انه اي شيء عندكم في اي مجال لازم عندكم اساس علمي تبنون عليه، له علاقه بالواقع، له علاقه بالامكانيات، الهدف اللي تفيده شنو، النتائج راح تعطيك اعداد، هاي الاعداد تفسر تحقق لك الهدف اللي انت رايده، سواء الهدف كان ايجابي تستمر بالعمليه او الهدف تقول ما تحقق لا تعوف هذا المشروع او تعوف هذا العمل. هذا عملية الإحصاء يوفر لك هذا. إذا أكو تخطيط صحيح على أساس علمي، على وفق
الامكانيات المتاحه راح توصل الى نتيجه سواء كانت سلبيه او ايجابيه بظاهره البحث. يعني مو شرط اليوم انا ادرس كل الامور، يعني يقول مثلا اكو طريقه معينه اذا خلينا للطلاب مثلا تعليم الكتروني راح ترفع مستوى التعليم بالعراق. لازم اعرف شنو مزاياه، شنو عيوبه، شنو تكلفته، يحتاج انترنت، يحتاج حاسبه، يحتاج وقت، يحتاج كهرباء، هل البيئه التفاعليه صحيحه مو صحيحه، هذني كلنا درست. درست نكمل وصلت الى نتيجه معينه، هاي النتيجه مالتي تقول لي انه استمر بهالمجال هذا انه ناجح 100% او 90% او 50% ويفيد يرفع المستوى يرفع القدره فمستمر به. فداي وصل نتيجة انه انا لازم عندي فرضيه خليته، وصل نتيجه لا انه مو ناجح، اقدر اغير وجهه نظري اقول لا هذا مو ناجح. بديل ما عندي لازم اسيب تعليم مختلط نص الكتروني ونص حضوري في قاعه الكلاس اللي موجوده بالجامعه او في التربيه او في المدرسه المعينه. هاي الاحصائي يعطيك هاي المسائل. يعني الاحصاء بصوره عامه هي وظيفه اساسيه ما نقدر نستغني عنها باي تخطيط، واي تخطيط ناجح. كل عمليات التخطيط التربوي احنا تزداد عندنا الحاجه للمعلومات. يعني معلومات سواء كانت كميه او وصفيه. في ضوء اللي يمكن نحصل الاهداف الرئيسيه للاحصاء. انا اليوم اذا ما عندي معلومات بيانات عن شيء معين اريد ادرسه واوصل نتيجه سواء بيانات وصفيه يعني عن دراسه او الحاله او بيانات كميه ما راح اقدر اطلع بالمجال هذا. يعني ما عندي بدون معلومات وبدون ادوات ما اقدر اشتغل. اذا اوصل نتيجه صحيحه لازم عندي المعلومات. عندي عن الظاهره اللي مراد انه ادرسه. واللي اريد ادرسه لازم عندي عنها بيانات كامله. شنو الاهداف الرئيسيه للاحصاء؟ شنو عمليه التخطيط التربوي؟ شنو اللي نحتاج من عنده؟ يعني هسه احنا نقول انا اليوم عندي هدف رئيسي للاحصاء في مجال التربيه بعمليات التخطيط التربوي. يعني نقدر نختصرها بمجموعه النقاط سهله، يعني حاولت ان اختصرها قدر الممكن. اعيدها مو جماعه تخصصكم مو احصاء. عندكم ست اهداف متعلقه بالاحصاء التربوي بعمليه التخطيط التربوي هي كالاتي. اولا اول شيء احنا نتنبأ بالطلب على التعليم بانواعه ومستوياته المتعدده. بعدين نتنبأ باعداد الطلاب المسجلين في هذه الانواع والمستويات في ضوء الاعتبارات التنمويه والاجتماعيه والاقتصاديه. حتى يعني نقدر او نخصص موارد تعليميه اللي تلزم اللازم للمعلمين، ابنيه، تجهيزات، يعني كل هاللوازم. اشرحها بطريقه ابسط. انا اليوم اريد افتح قسم معين. قسم في الجامعة. هذا القسم افتحه لازم اني لي قدام اعرف شنو اهميته بالنسبة للناس، يعني هذا القسم شنو اهميته للطلاب وشنو اهميته للوزارة التعليم العالي وشنو اهميته للعراق ككل، يعني مخرجات من الطلاب شنو اهميتهم بالحياة المستقبلية. زين اني تنبأت اول شيء اعرف شنو اهميته، عندي معلومات. واعرف شنو مستويات هذا القسم اللي راح افتحه. كم مستوى بي؟ مرحلة أولى، ثانية، ثالثة، رابعة. هذا التنبؤ. زين أنا من تنبأت لازم شنو أتنبأ؟ إذا أفتح القسم أتنبأ إيش قد أكو طلاب راح يسجلون؟ أتوقع مثلا 100 طالب يسجلون بي أو 200 طالب حسب أهميته وحسب الدراسة اللي سويته، المعلومات اللي عندي، البيانات اللي عندي عن أهمية هذا الموضوع. وآخذ هاي المستويات بضوء الاعتبار. يا مستوى تاخذ يعني بضوء الاعتبار التنميه الاجتماعيه الاقتصاديه، الاجتماعيه كقيمه اجتماعيه اليوم فلان عنده فلان شهاده حصل على فلان شهاده. والتنميه الاقتصاديه هذا بعد التخرج ايش راح يفيد؟ يعني يفيد نفسه اول شيء كشخص او يفيد اسرته، شو راح يفيد منطقته وشو راح يفيد الدوله في المجال الاقتصادي والتنميه الاقتصاديه اللي نقول عليها التنميه المستدامه. زين انا اليوم اتنبأت طلابنا الاعزاء انه هذا القسم محتاج لي 200 طالب على سبيل المثال، راح يسجلون عندي 200 طالب. قلت التنبؤ مالتي مو تنبؤ عشوائي، يعني قاعد مثلا على قولت اللي يقول قريت شنو فال ما اعرف قريت حظ مو شيء. لا التنبؤ هذا تنبؤ علمي على اساس دراسه علميه، على اساس جمع بيانات، على اساس المعطيات اللي موجوده. هذا التنبؤ العلمي اللي مدروس. أنا عندي ظاهرة معينة وعندي شيء معين لازم عندي إلمام بجوانبه. هذا يصير له تنبؤ علمي مو تنبؤ هيك يعني شلون هذا
تخت رمل ما اعرف شنو هذيك ما تقول والله تخت رمل وراح يجيني مثلا 500 وراح يجيني 100 وراح يجيني 200 لا على اساسها هميته شنو القيمه الاجتماعيه شنو القيمه الاقتصاديه شنو تاثيرها بالمجتمع فراح اعرف اتنبأ انه راح يجيني 200 طالب على سبيل المثال زين انا تنبأت بهذا الشيء هذا يخليني انه انا لازم اعرف اذا جاني 200 طالب ايش قد احتاج من ابني قد احتاج من تجهيزات قد احتاج مثلا من صبر الكترونيه كم مقعد احتاج كم مستول كم كرسي احتاج كم استاذ احتاج كم اداري احتاج هذا الاحصاء يوفر لي بالتخطيط التربوي يوفر لي هاي الامور انا اليوم خليت هذا القسم المعين اللي قلت اللي عديناه اعرف انه راح يجوله مثلا 200 طالب اللي يكون 201 او 195 يعني اكو نسبه 5% خطا مو مشكله يعني هذا بالبحوث التربويه يعني مقبوله تنبأت بالعدد هذا اجوني زين انا اللي تنبأت هذا رايد من عندي اوفر الاحتياجات الاولى قاعه صف تبريد تهويه اساتذه اداريين زين مسائل كلها احتاجها اثنين اتنبأ بمخرجات التعليم زين هذول باشر عقب تخرجوا بالمستويات كلهم شنو فائدته لهم كاشخاص وشنو فائدته للدوله ثلاثه الاخ بالمجالات لازم يصير عندي في التقدير على كلفة النظام التعليمي المستقبلي، ايش قد راح يكلف هذا؟ الطالب راح يظل اربع سنوات يدرس، هاي اربع سنوات ايش قد رايد اني اوفر له يعني من القدرة او الكلفة النظام التعليمي من رواتب تدريسين، من رحلة، من صبورة الكترونية، من كهرباء، من كل شيء. هاي كلفة النظام ايش قد راح يكلفني؟ نقطة الأخ الإحصاءات اللازمة يعني لازم أوفر لي في الإحصاءات لازمة للأغراض البحثية مثلا شنو هذا يعني واحد يسمي دكتور شنو معناته مثلا أنا لازم أعرف أضبط كفاءة النظام التعليمي من كفاءة النظام التعليمي شنو أضبطه أضبطها في ضوء الخطط التربوية أنا يعني اليوم أكو خطط تربوية موضوعة لما أقول تربية يعني وزارة التربية أقصد بها من الروضة رياض الأطفال الابتدائية إلى للدكتوراه هذا كله يصير في المجال التربوي يعني تشمل اللي التربيه والتعليم عالي والشهادات العليا للنهايه هذا كله يصير في المجال التربوي نقول التربوي ينقص مصطلحات الشائعه بالعراق نقول تربيه عبر وزاره التربيه والتعليم والتربيه هذا كله بالمجال الدراسه نقول عليه التخطيط التربوي او اي شيء يعني الإحصاء التربوي أو الدراسة التربوية أو الميدان التربوي هذا يشمل كله. أنا لازم عندي أوفر إحصاءات تربوية لها علاقة في يعني بكفاءة نظام التعليم في ضوء الخطوط التربوية. أنا اليوم أريد لي عندي أهداف معينة مثلا أخلق مجتمع واعي، إنسان أخلق الإنسان اللي هو الطالب أو الطالبة قادر إنه يواجه على الحياة ويواجه المشكلات اللي موجودة ويعيش من البيئة يكون إنسان منتج يعرف شلون يستخدم هذا المعلومات اللي عنده ويوظفها بالحياة بصورة تخدمه وتخدم المجتمع ككل هذه الخطط اللي وضعتها التربية لازم أني تخريجي لهذه المخرجات من الطلاب والطلبة وفق هاي المعايير نقطة أخرى لازم توفر إحصاءات تربوية لأغراض الإدارة التربوية أنا اليوم الإدارة التربوية جاري أحتاج من عندي أغراض معينة مثلا أنا أحتاج تدريسيين أحتاج تربوي أحتاج إداريين لازم عندي إحصاءات ايش قد استفاد منهم ايش قد الاعداد اللي اريده. نقطة أخيرة لازم توفر عندي إحصاءات اللي تلزمني بإطار نظام المعلومات الوطني. نظام المعلومات الوطني اللي نقصد به للتنمية الاجتماعية الاقتصادية الشاملة. يعني أنا اليوم طالب أنا زميلكم اليوم راح أتخرج. أكمل ياكم أربع سنوات وأتخرج. زين شنو اللي راح اسويه؟ اول شيء شهاده مالتي فيني كانسان بالمجتمع كقيمه اجتماعيه. زين قيمه اجتماعيه فلان استاذ فلان تخرج يحمل فلان شهاده صار عندي قيمه اجتماعيه.
كمجتمع ينظر لهذه النظرة الجميلة. زين بس هذا لازم عندي قيمة اقتصادية، قيمة اقتصادية شاملة، ايش راح استفاد من عندها؟ أنا راح أتعين بها، راح أفتح لي مشروع بها، أصير صاحب مختبر، أصير صاحب يعني مجال التخصص اللي درسته، ايش راح يفيدني مردود اقتصادي عليه شنو؟ أصير موظف، لو أصير صاحب عمل حر وأفتح لي مشروع. وأيضا لازم عندي في المعلومات يعني عن قطاع التعليم بصورة عامة. طلابنا أنا ما يعني أريد شو اسمه، أنا عندي من الوقت 10 دقائق بس أعطيكم وظائف علم الإحصاء، لأني خليت المختصرات جدا من واحد المحاضرات في بقية زملائكم لأن شوي تأخرت بالدخول. وظائف علم الإحصاء راح أعطيها بصورة مختصرة جدا، إن أنا خليت لكم 6 وظائف. الوظيفة الأولى اليدية علم الإحصاء، هو يعرض البيانات والحقائق والمشاهدات حول الظواهر بصورة واضحة ومحددة، يعرض لنا علم الإحصاء بيانات حقائق مشاهدات حول الظاهرة اللي مدروسة بصورة واضحة ومحددة. هي علم الإحصاء من وظائفه أنه يلخص البيانات وقيم المشاهدات حول الظواهر بقيمة قليلة ذات معنى. مثلا أعيدة أقول إحنا عندنا نسبة نجاح 90%، إذا إحنا عرفنا أنه من مجموع الطلاب 1000 طالب 920، 200 طالب 180 طالب 190 180 طالب ناشئين، 50 طالب يعني 45 طالب ناشئ، يعني قيمة بسيطة راح يعطيني صورة أو مشاهدة حول الظاهرة، قيمة قليلة يعني ذات معنى. نقطة من وظائف علم الإحصاء أنه يساعد الإحصاء بوضع الأسس لمقارنة المتغيرات اللي تتصل بالظاهرة قيد الدراسة. يخليني هذا العلم انه ادرس مقارنه بين المتغيرات بظاهره معينه، اقدر اقارن مثلا بين هذا الكلاس وذاك الكلاس في مجال معين، في مشروع معين، في نسبه نجاح ورسوخ، في نسبه تاديه عمل معين، في نسبه انجاز وظيفه معينه. يعني اي ظاهرتين اقدر اقارن بيناتهم بالعمليه الاحصائيه. نقطه رابعه، علم الاحصاء يساعدنا بصياغه واختبار الفرضيات البحثيه. انا اليوم اريد ادرس لي اي ظاهره، لازم عندي اساس خليني لي قدام فرضيه بحثيه. اقول مثلا انا بدايه البحث مالتي اتوقع انه اذا مثلا زيت سعر صرف الدولار راح يسبب لي فلان شيء. انا خذ الفرضيه الزياده بها فائده في مجال معين. ابدي موضوعي ادرس اكمل اسوي البيانات اجمع احلل اوصل الى نتائج، النتائج مالتي هاي رقميه، من اجي افسر النتائج هذا راح يطلع لي اذا كان مطابقه مع عملي فاوكي هذا ممكن يكون لا انا اللي درسته خطا او الفرضيه اللي خليتها مو دراسه خطا، الفرضيه اللي خليتها خطا اقول لها والله ما ساهمت في زياده، ساهمت في انه اذى الناس او اذى الوضع الاقتصادي او اذى الظاهره المعينه في الفرضيه مالتي اللي خليتها هي ساعدتني انه حددت لي مجالات البحث والطريقة اللي اشتغل بها. وش راح يصير بالمستقبل على هالأساس هذا. يعني نقطة علم الإحصاء هو اللي يخليني أوصل إلى تنبؤات اتجاه الظاهر. وش راح يصير مستقبلا؟ يعني أنا اليوم حكيتكم على الورق أقول لا خلينا هيك راح يقول لي يفيد الدولة هيك، لكن حسبة الدولة هيك راح يضر المواطن؟ حسبة إنه راح يصير ركود بالسوق؟ هني الاحصاء اللي يطلعه فالصح راح يصير عندك مدخول بالنسبه للدوله يقدر يغطي رواتب الموظفين وسعر النفط زين، لكن الظاهره هذا بالتالي ادى الى انه انشل الوضع الاقتصادي اللي بالعراق لمده صار له شهرين او ثلاثه وتاذى الانسان المواطن اللي هذا التنبؤات هو اللي بين الامور. هذا اصلا يعني في قدام عرف ان الاحصاء عرفه والطاقه قال يا ترى هذا 1 2 3 راح يصير فلان شيء فلان شيء فلان شيء، مساحه الاستيراد تصير لي مساحه التصدير ما عندنا احنا وعمليات الغسيل الاموال او خروج الاموال راح تصير بسيطه ممكن انه ما راح ياثر علي في الباب هذا او في هذا المجال. علم الاحصاء ذني كلهم قاله والاحصائيين قالون، لكن بالنسبه للتطبيق ايش قد؟ خاصه في دول بها اكثر من توجه ويعني رؤى مو واضحه، الناس ما تتفق البرلمان ما يتفق، احتمال يصير عندنا هالاشكالات يعني ما ياخذون بصوره صحيحه،
لكن اعطانا فكره الاحصاء، اعطانا تنبؤات عن اللي راح يصير من الظواهر وش راح يصير للمستقبل. يعني علم الاحصاء، النقطه الاخيره اللي خليتها اني وارد اطيل عليكم لانه يعني بقعدتكم كم دقيقه، اعطيكم باب اخاف واحد عنده استفسار عنده شيء عنده سؤال عنده جواب. علم الاحصاء يخلينا نخلي خطط وناخذ قرارات مطلوبه. شنو يعني واحد يصير دكتور؟ شنو يعني شو نخلي خطط وناخذ قرارات مطلوبه؟ احنا من عندنا بيانات معينه في ظاهره معينه، عندنا بيانات متوفرة على موضوع معين، على وفق البيانات اللي عندنا راح ارسم خطط، يعني ضمن الامكانيات والمعلومات اللي عندي راح ارسم خطط. الخطه اللي ارسمها لي قدام انا اقدر اخذ قرار، طبقت الخطه طلعت الى نتيجه راح اخذ قرار بصدد هل هذا صحيح او خطا. هذا الخطط وهذه القرارات اللي المطلوب انه اخذها اللي سندت الى قاعده البيانات اللي عندي والمعلومات اللي عندي، مشاهدات سواء كانت معلومات وصفية وبيانات عددية او كمية عندي، هذا اللي منو خلاني يعني ساعدني واخذ قرار به؟ علم الاحصاء. شنو علم الاحصاء؟ اليوم انا عندي دراسة، مثلا انا اليوم دارس على سيارات معينة تفيدني فلان فلان فلان، هاي السيارة ما مكلفة، خاصة اولادنا اللي يحبون عندهم رغبة بالسيارة يفكر السيارة مناسبة ما بيها تصليح تبريدها زين ما مكلفة وتنباع بسرعة. فعندنا مثلا عدد معين بيانات اللي عندها، هاي السيارات اللي موجوده عندها، عندها الامكانيات مالته، عندها المبلغ المعين، يختار الافضل اللي موجود بما يناسب الامكانيه اللي عنده، اختاره على وفق اللي موجود عنده، سوى احصاء معين لقى لك السيارات هاي نوعيات ذني هيك هذا موديلات الانسب له، قرار اللي اخذه هذا اللي اخذه مثلا كلون كجماليه كشوفه ينباع كانه ما بي مصرف على وفق الامكانيات، ومو اخذ افضل اللي موجود بالمتوافر عده، مو افضل اللي موجود بال يعني نقول خلينا نقول بالعالم. مثلا انا ما اعرف شو الامر يعني بشر بالتلفزيون، انا ما صاعد سياره كاديلاك، يعني ما عندي كاديلاك، ما راكب كاديلاك، ولا واحد من قرايبي كان عنده كاديلاك عمو اعرف شنو. فمن اشتري سياره اشتريت وفق التصور اللي انا عندي، افضل سياره هاي سياره كوريه تبريد زين مصرفها قليل امكانيك، يعني هالمبلغ اللي عندي بالكوري اكو مستويات، اكو سياره سعرها مثلا كذا دفتر، اكو سياره لحد ما تنزل مثلا دفتر واحد، انا جيت عندي دفتر اقدر اشتري الدفتر، اذا عندي دفتر ونص اكو هاي النوعيه من الكوري، اذا عندي اثنين اقدر اشتري هالنوعيه. فهاي العمليه حصيت السيارات اخترت من هاي النوعيه المعينه وفق الامكانيه مالتها، هاي عمليات احصائيه تتمارسها بالحياه اليوميه بصوره بسيطه، لكن المستويات الاعلى لا، يحتاج الى قوانين وفق القوانين، وفق المواد القانونيه تدرسها يطلع لك نتائج، هاي النتائج ترجع الى جداول معينه وعلى الجداول الذهني يعطيك التفسير مالته، على وفق التفسير مالته تشوف الهدف مالك تحقق وما تحقق، تعدل بالاهداف. طلاب ناني ما ارد اطيل عليكم، اكتفي يعني بهالقدر لهذا اليوم. انا احاول اسالكم الشعب الاخرى اللي موجوده، اي واحد بيكم عنده استفسار عنده تساؤل شيء انا حاضر. وارجو ان تكون المحاضره مو ممله او غير ثقيله. واللي ما عنده شيء يقدر يغادر الكلاس ويروح على محاضرات الجامعه. مشكورين دكتور. يا هلا ومرحبا، شكرا لله، هذا واجبنا. دكتور نزلنا شو تنزل هي؟ أنا أحاول أسوي لكم إياها بي دي إف وأنزلها، لأنه يعني القانون الكلية ما يقبل ملزمة تنزل وورد. المشكلة يعني هالثلاث أيام عندنا محاضرات مستمرة يعني. يعني بعد هنا هاي القعدة من الصبح لحد الساعة بالوحدة. يلا يساعدك. ونتقيس يا حبيبي. وحدة وحدة ونص ونتقيس. يلا يساعدك. ويساعدك حبيبي. دكتور شكرا. يا هلا ومرحبا.